بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة. بقالنا شوية ما بنتكلمش على مسألة الجليس، والنهاردة عشان الجليس ده مشتاقين إليه هنتكلم على جليس مهم أوي. الجليس ده في ناس كتيرة لما بيبقى موجود معاهم بيرتاحوا، وساعات الجليس ده الناس بتستخدمه بطريقة سلبية، تفتح عليهم جروح وتأذيهم وتفتح عليهم مواجع وتفتح عليهم مخاوف. ولذلك الجليس ده جليس دقيق، وصحبته لازم تكون بدقة وبمعيار. وعشان كده لازم لما نيجي نتكلم عنه لازم يكون معانا متخصصين. واحنا هنتكلم النهارده عن جليس لما تسمعوا اسمه هتقولوا ده حاجة مهمة جدا في حياتنا. الجليس ده هو جليس الفضفضة. الفضفضة ناس كتيرة جدا جدا بيبقوا محتاجين إليها، ولكن في نفس الوقت في ناس بيسيئوا استخدامها. عشان كده خلونا نرحب ونتكلم مع الأستاذة الدكتورة حنان الرصاص، أستاذة الطب النفسي والإدمان بطب عين شمس. دكتورة حنان إزاي حضرتك؟ إزيك دكتور عمرو؟ أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. إيه أخبار حضرتك؟ بقالنا زمان ما التقيناش. شرف لي، ربنا يعزك. بالتوفيق دايما دكتورة حنان. هل الفضفضة شيء صحي نفسيا ولا لا؟ في أوقات كتير صحي جدا، وليس في كل الأوقات. يعني بس أوقات كتير بيبقى صحي، يعني حتى في يعني بس حاجة كده، هي في القرآن يعني إيه، هي أمك كتابية، يعني حتى ما الواحد خد كتابه وشاركه مع الناس إن أنا استلمت كتابي بيميني. فالفضفضة أو إن الواحد يشارك دي حاجة مهمة، المشاركة حاجة مهمة عامة يعني. طيب إذا كان حضرتك قلتي في كتير من الأوقات، يبقى في بعض الأوقات ما بيبقاش حاجة كويسة. طب إيه بقى معايير إن الفضفضة تبقى أمر صحي نفسياً؟ وأول حاجة في اختيار الشخص، يعني اختيار الشخص اللي الإنسان هيفضفض معاه محتاج يكون ليه، أنا في وجهة نظري كده، معيارين أساسيين. فلو أنا وجدتهم ساعتها أقدر أفضفض معاه. أول حاجة إن هو يكون حد أمين. تاني حاجة حد مش اندفاعي. ليه؟ ممكن يكون حد امين وعنده دين وفاهم ان دي امانه، ما ينفعش مثلا يفشي الحاجه اللي اتقالت له، ولكن هو عنده نوع الاندفاعيه، يعني فجاه كده راح ايه طلعت منه الكلام. فساعتها انا محتاجه اشوف الشخص اللي قدامي، لو عنده الحاجتين دول مش موجودين، شخص مش اندفاعي عنده ثبات وشخص امين، ممكن ابدا افضفض معاه. المعيار الثاني غير الشخص، ان انا افضفض مع مين في ايه؟ يعني مش كل الحاجات الخصوصيه واحد بيفضفض بيها، ممكن افضفض بحاجات بسيطه لحد حتى ما اختبر الشخص ان هو اهل ثقه. وفي حاجات بتبقى خصوصيات بيت، خصوصيات زوج وزوجه، خصوصيات اب وام ما ينفعش افضحها مع اصحابي. ففي حاجات ما ينفعش تتقال مع كل الناس صراحه يعني. عندي سؤال، هو احنا كلنا محتاجين فضفضه؟ فوات كتير حتى لو مش مع بني ادمين هتبقى مع ملك عز وجل، بس الناس محتاجه فضفضه، محتاجه تشارك. المشاركه، احتياج ان انا اشارك، دي حاجه مهمه، لان الناس محتاجه احيانا فضفضه عشان تشارك، عشان تقلل الضغط، عشان تاخد راي حد. وفي بقى احيانا بتبقى الفضفضه عشان اشياء اخرى. طيب ايه السبب ان الناس افرطوا في الفضفضه دلوقتي؟ يعني في ناس دلوقتي بتفرط من الفضفضه، وخاصة على السوشيال ميديا. ده الجزء الآخر بقى، هي الأشياء الأخرى اللي هي صراحة في وجهة نظرنا شوية هي مش أشياء بتبقى مناسبة، إن الناس خلينا نقول الأول الأشياء المناسبة، إن قلة وجود الناس اللي ممكن يسمعوني، سواء من الأسرة، أب أو أم أو إخوات أو أصحاب أو زوج أو زوجة، يعني حد بيسمعني بإنصات، يعني بيستمع ليا، مش بس بيسمعني كده بيقول لي لا، بيسمعني، يعني بيستمع إليا بإنصات وعينه في عيني، وقادر يسمع ويفهم ما وراء الكلام. فعدم وجود الشخص ده بيخلي الناس ممكن ترجع على السوشيال ميديا، لان هي الناس موجوده عليها بشكل كبير، فممكن حد يشارك. الحاجه الثانيه للاسف الناس ما بتبقاش شايفه نفسها، يعني هم ما عندهمش انتباه تماما للشخص اللي داخلهم، فدايما بيشوفوا نفسهم من وجهه نظر الاخر. يعني لازم الاخر يقول لي برافو على كذا، ويعمل لي مش عارفه لايك، او يقول لي رايه في كذا، عشان اعرف ان انا كنت صح مثلا في الحاجه اللي انا عملتها بعد ما فضفضت فيها. فهو شخص، عشان كده الافراط، يعني المشاركه مهمه، ولكن لو انا عندي راي في اللي انا عملته ثم ان انا باخد اشارك الناس ده جاي، مفيش مشاكل. لكن الافراط ان انا لاغي نفسي خالص، دايما مستني ايه، كاني بيتم اطعامي من الخارج، يعني حضرتك الاجراءات من الناس. يعني حضرتك دكتور حنان بتحبذي للناس ان هي
دايما يكون عندها جزء من الدعم الذاتي، ان الواحد يقوم بدعمه ذاتيا. ده اكيد، لان هو الشخص اللي يعني دايما يا دكتور عمرو بيقول الواحد لازم كده، لو انا يعني الكاميرا شايفاني، لازم الواحد يبقى واحد صحيح، وممكن الناس تبقى موجوده في حياته عشان تدعمه، لكن لو انا دايما كده ومسنود على حد، اول ما نمشي لحد هقع. صحيح. فلازم ابقى انا واحد صحيح بذاتي. الحاجه بس الاخيره في موضوع السوشيال ميديا، الصراحه الافراط في نوع الفضفضه بيعمل مشاكل، يعني الخصوصيه ما ينفعش تعرض على المشاعر، يعني انا لو عايز اشارك حاجه اشاركها مع اصحابي واحنا صحيح. قاعدين وشنا في وش بعض، او صحيح. في حاجه خاصه، لكن على العموم مش كل حاجه صراحه بيبقى ليها مردود الجيد بشكل فعال. ودي نصيحة مهمة جدا جدا، وكان مهم جدا ان احنا نسمع رأي حضرتك استاذة الدكتورة حنان الرصاص في ولو الكلام حضرتك ده بس كله. اتفضل. تسمحي بس اضيف حاجه، جدا. السيء بقى في السوشيال ميديا اللي حضرتك ذكرتها، ان احيانا ناس مستنيه تحت رحمه الناس هيقولوا ايه او هيشاركوني ازاي، فبالتالي ممكن يعمل توابع من اعراض قلق او اعراض اريافه او اعراض اكتئاب، فبيسبب بقى مشاكل بعد كده يعني. فعشان كده الاعتماد على الناس مش افضل حاجه على الاطلاق يعني. دكتورة حنان، شكرا. أنا شاكر لحضرتك جدا جدا كل هذه التنورات اللي حضرتك شرفتينا بيها، وبشكر حضرتك على كل الإضافات دي، ونلتقي إن شاء الله دايما على خير.